حلم اتحاد المغرب العربي، هذا الاتحاد وهذا التكتل الذي ينتظر أو ننتظر إعادة بعث الروح في مؤسساته وإيجاد صيغ جديدة لإحيائه لما يحمله من مقومات قادرة على تحقيق والاستجابة لتطلعات وأمال شعوب منطقتنا المغاربية التي وحدها الدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك. إن قراءتنا السياسية لما يحدث في العالم الآن يوجب على المنطقة المغاربية والشعوب المغاربية إعادة النظر في موقعها الجيوسياسي في محيطها والذي يخول لها من خلال إمكانياتها وطاقاتها ومواردها وقوتها الذاتية ودينها الواحد ولغتها الواحدة ونسيجها المجتمعي وتاريخها المشترك أن تتحول إلى تكتل إقليمي قوي إذا توفرت الإرادة السياسية وشروط التكامل الحقيقي المبني على المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والتكامل الاقتصادي بدل التآكل بين هذه الجارة وتلك الجارة. إننا كشعب جزائري وكحكومة لدينا إصرار كبير في تجسيد حلم الشهداء لبناء مغربنا العربي، ولا أدل على ذلك يد الجزائر الممدودة دائماً لجميع أقطارنا المغاربية بالعون والتواصل والدعم والالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي منها وإيداع الجزائر. والدليل الصارخ في ذلك أن الجزائر أودعت جميع من الاتفاقيات من أجل التصديق عليها 29 اتفاقية، بينما الشقيقة تونس أودعت 27 اتفاقية من أجل المصادقة، وأودعت الشقيقة ليبيا 25 اتفاقية من أجل المصادقة، وأودعت دولة موريتانيا 19 اتفاقية من أجل المصادقة، في حين أن المغرب الشقيق لم يحيل الوثائق قصد التصديق إلا لست اتفاقيات قصد التصديق عليها. ومن هنا واضح لدى الكل وأمام الرأي العام المغاربي في من له الرغبة الملحة لاندماج مغاربي ومن ليست له نية في ذلك، والوثائق تدل على ذلك ومنشورة في جميع الجرائد الرسمية للدول المغاربية التي ذكرت. والمطلوب اليوم من كل الطرق الصوفية والمرجعيات الدينية والمؤثرين المجتمعيين أن تكون لهم أدوار في منع تمدد الفتن في المجتمعات ومحاصرة الشر وتزكية النفس بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على وضعنا العام وعلى جوارنا ومحيطنا الإقليمي، وفي منع محاولات صناعة بؤر التوتر في جوارنا سواء في ضفافنا الشمالية أو في عمقنا الإفريقي والجنوبي. إن سيدي بومدين رحمه الله تعالى هو أيضا رمزا للجهاد الجزائري في فلسطين التي تعاقبت عليه الأجيال وحمله العلماء والدعاة والمجاهدين، وكان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير مؤتمن على هذه القيم، فكما شارك المجاهدون شارك هو كذلك جنباً إلى جنب في كل الحروب العربية لتحرير الأراضي العربية والدفاع عن فلسطين، وهو في ثورتهم مع أشقاء من أجل القدس والأقصى كذلك اليوم تحملت مؤسسات الدولة الجزائرية بكل أركانها من رئيسها إلى جيشها بأحزابها وشعبها نخبها
كلهم راية فلسطين بالوسائل المتاحة والممكنة، لأن فلسطين هي لعبة، ليست لعبة سياسية، وإنما هي قضية عادلة، قضية مقدسة، قضية ننتصر فيها من أجل حرية الشعب الفلسطيني ومن أجل مقدسات الأمة. فالذي لا يحركه في فلسطين أنها مسرح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم